موجودين. ما كانش في خبر. نبيل السفير احمد بن حلي هو اللي قدم التيكت. شكرا. شكرا. مع على مستوى المندوبين لمناقشة. عبر الجميع عن مخاوفهم من التداعيات الميدانية الخطيرة لتطور مسار هذه العمليات العسكرية، وحذروا أيضا من النتائج الخطيرة المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للنظام السوري وزيادة التدخل المباشر. أنا بتحدث ما ذكرته لي قيادات من المعارضة السورية خلال اليومين الماضيين، تحدثوا مباشرة عن التدخل المباشر لأطراف مختلفة مما فيها حزب الله في تلك العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية، وتداعيات كل ذلك على العلاقات السورية اللبنانية وعلى مجمل الأوضاع في المنطقة. عن الإدانة والتحذير والتعبير عن القلق والعمل على تقديم. طبعا ما جرى في القصير ومدن أخرى ليس فقط القصير هو يعني عمل، أقولها عمل إجرامي، عمل مدان، والمجلس أدانه، لأن لا يمكن بأي حال من أحوال تبرير قصف يعني المدن والأحياء على ساكنيها